أهلا بكم متابعينا، نقدم لكم في هذا الفيديو أخطر 10 مقاتلات في العالم. لن تصدق عزيزي المشاهد القدرات الخارقة التي تمتلكها هذه الطائرات والأسلحة المدمرة التي تقذفها، فهي أقرب لطائرات أفلام الخيال العلمي، ولكنها موجودة في ساحات المعارك وتصنف ضمن أقوى 10 طائرات قتالية في العالم. أولاً F-22 رابتور، إنها من أخطر الطائرات. تعد الطائرة المقاتلة F-22 رابتور من أقوى المقاتلات في العالم وأهم مكونات القوات الجوية الأمريكية، وهي من الجيل الخامس من المقاتلات، وتتميز بقدرتها العالية في القتال والهجوم من أعلى ارتفاع ممكن، بالإضافة لسرعة الحركة والمناورة. ثانياً، طائرة FA-18 هورنت. تمتلك هذه الطائرة الحربية FA-18 هورنت أفضل قدرات أيروديناميكية وقدرات على الهجوم من زوايا مختلفة، وتتميز بأنها متعددة المهام، حيث بإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية والعمل كطائرة استطلاع، فضلا عن الدعم الجوي ليلا أو نهارا، كما أنها تعمل في كافة الظروف الجوية. ثالثا، طائرة Su-27. تشتهر هذه الطائرة الروسية سوخوي Su-27 بقدرة عالية جدا على المناورة كطائرة نفاثة، كما يمكنها تدمير أي هدف في مدى يبلغ 3530 كيلومتر، كما أنها قد صممت لمهام التفوق الجوي والتدخل العسكري العميق، وتعد من أفضل طائرات الجيل الرابع من المقاتلات. رابعاً، طائرة أوروفلايتر T4. صممت هذه الطائرة بواسطة تحالف من 4 شركات من دول مختلفة، بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا، وتمتلك سجلاً رائعاً من المعارك الحربية. وتتميز هذه الطائرة بنظام دفاعي متكامل عالي التكنولوجيا، يعمل على رصد الأخطار الجوية والأرضية والتعامل مع عدة تهديدات في نفس الوقت. خامساً، طائرة JAS-39 غريبن. صممت هذه المقاتلة لاحتوائها على 8 أماكن لتحميل الصواريخ والقنابل، وهي من المقاتلات الخفيفة الوزن المشهورة بتصميمها المثالي وقدراتها العالية على المناورة. وتحتوي المقاتلة على نظام رادار يمكنه رصد أهداف على بعد 120 كيلومترا، ويمكنها مهاجمة أهداف بعيدة عن مجال الرؤية من خلال رسم مسار للصواريخ. سادسا، طائرة رافال الفرنسية. تعتبر طائرة رافال الفرنسية من الطائرات الشديدة الخطورة، معروفة بقدراتها في المعارك الجوية التي لا تنازعها فيها طائرة أخرى. تدعم الطائرة نظام حربي إلكتروني يعمل على الدفاع عن الطائرة ضد التهديدات الأرضية والجوية، كما تستخدم هذه الطائرة نظام خرائط الثلاثية الأبعاد للتصويب على الأهداف واعتراض الطائرات المعادية. سابعاً، طائرة F-16 Fighting Flosser. يطلق الطيارون عليها اسم الأفعى، وهي طائرة نفاثة متعددة المهام، وتتميز بثباتها والمقاعد المائلة 30 درجة لتقليل تأثير الجاذبية الأرضية على الطيار، بالإضافة إلى غطاء مقصورة على شكل فقاعة لتحسين الرؤية، والأهم من ذلك عصا القيادة المتعددة الأزرار لتسهيل التحكم فيها من طرف القائد. ثامناً، طائرة T-50 Golden Eagle. تعتبر طائرة T-50 Golden Eagle طائرة كورية الصنع من طائرات التدريب المتقدمة الخارقة لسرعة الصوت، وهي مزودة بمدفع عيار 20 مليمتر، وتعتبر من أهم المقاتلات وأخطرها في مجال الحرب الإلكترونية، وتتميز بدقة عالية في التصويب. تاسعاً، طائرة MiG-35. تعتبر الطائرة MiG-35 من المقاتلات المتقدمة للغاية،
في الجيل الرابع، وتتميز بنظام تحديد الأهداف البصري الذي يخفف من اعتمادها على أنظمة المساعدة الأرضية، كما يساعدها أيضا على القيام بعدة مهام قتالية بمفردها، كما يوجد على جناحي الطائرة نظام ليزر يمكنها من اكتشاف الأخطار القريبة وتدميرها. عاشرا، طائرة G-10-10. G-10-10 هي طائرة صينية الصنع. الطائرة الصينية G-10 تشتهر بلقب التنين المرعب. صنعت هذه الطائرة وصممت لصالح القوات الجوية الصينية، وهي مزودة بمدفع مزدوج عيار 23 مليمتر، بالإضافة إلى 11 موضعا لحمل الذخيرة، حيث بإمكانها حمل 6000 كيلوغرام. وقد صممت بدقة للتعامل مع الأهداف الجوية والأرضية. شكرا لكم لمتابعة ومشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر اللايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تدعمونا. شكرا لكم.